لا تخلو بيوتنا من وجود حافظة مكعبات الثلج التي عادة ما نستخدمها فقط في تجميد الماء، ولكن مع دخولنا في فصل الصيف نحتاج لتناول العصائر أو الماء المنكه بالفواكه. لذا أحضرنا لكم طرقا مبتكرة لاستخدام حافظة مكعبات الثلج بطرق مختلفة تشعركم بالانتعاش. يمكنكم استخدام حافظة مكعبات الثلج في تجميد الفواكه، ومن ثم استخدامها مع العصائر والمشروبات الباردة كنوع من التغيير. قوموا بتقطيع الفواكه التي ترغبون بتجميدها، وضعوها في الحافظة، ثم قوموا بوضع الماء عليها حتى تكون جاهزة للتجميد. وكطريقة لحفظ الأعشاب وبعض الورقيات، قوموا بتقطيعها، وضعوها في القوالب، ثم أضيفوا عليها بعض من الزيت الزيتون أو الزبدة، وضعوها في الثلاجة، فذلك سيساعدكم في الحفاظ على نكهة الأعشاب ويسهل عليكم استخدامها في المطبخ. كما يمكنكم استخدام قوالب الثلج المتعددة الأشكال في صنع بعض من مكعبات الشوكولاتة أو الحلويات، فهي طريقة سهلة وبسيطة تعطي طبقكم منظرا جميلا ولذيذا.